ما تقلقش. طب ثانية بس. ما تقلقش خالص. بنتك كويسة وزي الفل، نسبة الصفرة بس عالية شوية، 24 ساعة في الحضانة وتخرج على طول. الصفرة إيه اللي عالية؟ يعني إيه؟ قول لي بس، قول لي فيها إيه؟ والله كويسة، قول لي أنت بس، هسموها إيه؟ حياة. هسميها حياة. ومع مطلع يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك الأربعاء الموافق الأول من يوليو 2015، كانت القوات المسلحة بأبطالها البواسل على موعد مع ملحمة جديدة لإفشال مخطط إرهابي محكم للهجوم على الكمائن والارتكازات الأمنية والعسكرية. الناس لازم تعرف اللي بيحصل بالظبط، مش هما بيعملوا أفلام وطلعوا صمت طالب وإحنا ما نردش. من الفوضى والفراغ الأمني، العربية اللي تفجرت، عسكري دخل السلاح في العربية ضرب اللي كان هيفجر اتفجرت بره. الإرهابيين دول أغبياء أوي يا أخي. يعني انت فاكر انك ممكن تخش الشيخ زويل ترفع العلم بتاعك عليها واحنا مش هنفرمك؟ اديني سلاح دلوقتي وانا ارجع دلوقتي. قدام كل راجل استشهد لا يقل على 20 واحد تكفيري من الناس دي. هم مش فارق معاهم كل الاعداد اللي بتضاهم، ولا فارق معاهم اي حد يموت. هاخد برضه الفيست بتاعي والخوذه. دول بيسيبوا جيتاتهم يا واعي، ما بياخدوهاش. زين ياخدوا اللقطة وبس. احنا كنا خايفين تدخل في غيبوبة، بس الحمد لله دلوقتي يا بطل. احنا بقى عندنا كام حاجة كده محتاجين نشتغل عليها، أولها وأهمها حكاية الكسر اللي في رجلك ده. أنت هتعمل عملية وهتركب مسامير. ليه عملية يا دكتور؟ لازم عملية، ما ينفعش يعني جبس عشان البنج بس. ما هو لو كان ينفع كان عامل كده يا زاهي. استني شويه بس، اصل هياخد بنج تاني واخد بنج قبل كده. احنا هنستنى 48 ساعه عشان معدلاتك الحيويه تبقى مطمئنه، وبعد كده نبتدي العلاج واحده واحده. طب سؤال يا دكتور بس عشان ابقى فاهم، انا هرجع الشغل امتى؟ انا عشان اكون صريح معاك يعني مش قبل 6 شهور. كتير يا دكتور دول. معلش اسمع كلام الدكتور اللي يقول عليه. طيب استاذنكم. اتفضل حضرتك. طيب أه. انا كمان على اذنكم. امنه استني، انت رايحه فين؟ مش هعرفك على اهلي. دي امي زاهيه. انت لسه هتعرفنا؟ احنا قاعدين مع دكتوره امنه اصلا من امبارح، ده غير ان هي اصلا ما سابتكش من ساعه ما كنت في المستشفى في العريش لحد ما وصلت لحد هنا. انا طبعا انبسطت قوي ان انا اتعرفت عليكم، وكنت اتمنى ان انا اتعرف عليكم في وقت احسن من كده. يعني الحمد لله ان انا اطمنت على نور، بس انا لازم ارجع العريش على طول دلوقتي. لا ما ينفعش، انت لازم تفطري معانا. لا يا طنط ملوش لازمه يعني التعب ده. ايه طنط دي؟ انا زوزو. انت هتيجي تفطري معانا وبعدين نيجي نطمن على نور. معلش يا زوزو انا لازم الحق الطريق قبل ما الدنيا تضل. معلش يا بنتي، من غير ما تحاول مفيش حد فينا هنا يقدر يكسر لها اي كلمه، حتى نور ذات نفسه. اسالي كده. خلاص خلاص، هي كده كده وافقت. يلا يلا احنا. انا بقول كده. يلا بينا. يلا يلا يلا. يا حديد هي حلوة طويلة زيك. السلام عليك يا نور. الله يسلمك يا روحي. هي دي بقى الدكتورة اللي انت اديتها ابوه بتاعي؟ لا، ابوه بتاعك مع حد تاني. لما اطلع من المستشفى هقولك مين هو. ليه؟ دي حلوة قوي يا نور، ما تتجوزها. امشي ورا امي كلها.